الروح المصرية بنشارك بعض في كل أفراحنا وفي كل ألمنا. فإحنا بنشكر كل ما جيكم وكل عام وانتم بخير. طب كلمة توجهها لشعب مصر والأمة الإسلامية والمسيحية. بنقول لشعب مصر جميعا كل عام وانتم بخير، ونطلب أن أنتم تصلوا من أجل السيد الرئيس لكي يكمل الرب ما يتمناه لمصر في كل الأنشطة وكل المساعدين. كل عام وانتم بخير. ورأي حضرتك في لقاء الإخوة المسلمين من امبارح لحد النهاردة، توافدوا بالآلاف على كنائس الفيوم للتهنئة، تحب تقول لهم ايه؟ ده الروح المصرية اللي تعودنا عليها. الحمد لله. كل سنة وانتم طيبين. طيب شكرا.